يتمرن التلاميذ على السحب من وسط الملعب من الخط الجانبي إلى الخط الجانبي أو على بعد مسافة من 5 إلى 6 أمتار. تكون البداية بالإرسال بالجهة الخلفية لليد، ويكون التحدي في ضرب جسم المنافس أسفل مستوى الرأس لتسجيل نقطة، والهدف من ذلك هو زيادة سرعة المضرب عن طريق اللاعب السريع وتبادلات موازية حول الجسم. يجب على اللاعبين البقاء داخل المنطقة المحددة وعدم أخذ خطوة إلى الخلف، مما يقلل من سرعة التبادل. ينبغي أن يتم لعب التبادلات أسفل مستوى الرأس.